بالتوازي مع حملة دعم المنتخب في كأس العالم الأيام دي، في حملة تانية لجذب الدعم لكنها سياسية مش رياضية. بنتكلم عن الحملة ضد قانون تنظيم الصحافة والإعلام. النهاردة صدر بيان من 15 قيادي نقابي سابق من نقابة الصحفيين على رأسهم يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، بيرفض مشروع القانون وبيوصفه بأنه اعتداء على الدستور وردة واضحة على الحريات الصحفية. ومن أيام بدأت كمان حملة جمع توقيعات لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة على بيان مشابه، والنهاردة التوقيعات وصلت لحوالي 700 صحفي وقعوا بأسمائهم وبأرقام عضوياتهم في نقابة صحفيين. الصحفيين المعارضين بيقولوا أن القانون بيعيد الحبس في قضايا النشر رغم النص الصريح والواضح من في المادة 71 من الدستور اللي بيحظر الحبس في قضايا النشر، وبيسمح أيضا بمصادرة الصحف وبحجب المواقع، بالإضافة لأنه بيطبق أحكامه على كل من يملك حساب إلكتروني له أكتر من 5000 متابع، يعني تقريبا مصر كلها هتبات في الاسم زي ما بيقولوا. الموضوع بيزود الانقسام في مجلس نقابة الصحفيين، لأن بعض أعضاء المجلس مشاركين بقوة في حملة التوقيعات، في حين أن النقيب قال أن القانون إيجابي في مجمله، يعني هو مرحب بالقانون وشايفه جيد. نربط ده بتصريح للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال فيه أنه دور الصحافة أنها تدعم وتؤيد وتروج للقرارات اللي بتاخدها الحكومة. خلونا نشوف جانب من أبرز مواد القانون ونرجع نبدأ النقاش. خلونا نرحب عبر الأقمار الصناعية من روما بالكاتب الصحفي الأستاذ أبو المعاطي السندوبي. أستاذ أبو المعاطي، برحب بك معايا في بتوقيت مصر. وكيف ترى مشروع القانون الجديد؟ يعني دايما في إحساس بأنه مطلوب من الصحافة، مطلوب من الإعلام أنهم يتحولوا إلى أبواق دعائية بعيدا عن دورهم المنطقي والطبيعي واللي معروف في العالم كله أنهم أداة مراقبة وعين للشعب. هو الحقيقه استامر ده مش مشروع قانون، ده بقى اصبح قانون كمان، ده مشكله كبيره. وهو في الواقع مش قانون، يعني هو ممكن نخرجه من هذا التعبير الضيق وممكن نسميه دي مذبحه لما يمكن نسميه لمهنه الصحافه ولمهنه الاعلام وللمهنه ذاتها مش للصحفيين. لان احنا من سنه 2013 مع رأس هذا النظام الدكتاتوري مجموعة مستهدفة، تم تلفيق كل التهم لينا كصحفيين، زملاتنا تم اعتقالهم، منعوا من الكتابة، نقابتنا تم اقتحامها، نقيبنا تم صدور عليه حكم، زملاتنا بيتقبض عليهم لغاية الوقت بتهم كلها مزورة وليس لها أساس من الصحة. دي الضربة النهائية اللي بيوجهها هذا النظام الدكتاتوري لمهنة الصحافة والإعلام وليست قانون، لأن كل المواد ال 85 مادة اللي مكتوبة في هذه القانون، النفس اللي كاتبها والروح اللي كاتباها مش ضد الصحفيين، لا ضد مهنة الصحافة أصلا ومهنة الإعلام أصلا.
لأنه في مترسب داخلهم للسيطرة على المجتمع وعلى عقول الناس وعلى وجدانهم وعلى تجهيل الناس وعلى ممارسة سياسات عدوانية اقتصاديا وسياسيا ضد المواطنين. لازم يسكتوا كل الأصوات الشريفة والحرة اللي هتنور الناس وتدعوها لرفض هذه السياسات. فهو بيعتبرنا كصحفيين وإعلاميين إحنا قوى معارضة ولسنا مهنيين. إحنا مهنيين، وظيفتنا إن إحنا نشتغل صحفيين، وظيفتنا زي الدكاترة زي المهندسين، وظيفتنا إن إحنا نبين للناس السياسات الصح السياسات الغلط، نوعيهم نفهمهم بما هو نظام ديكتاتوري شايف إن إحنا بالنسبة له قوة معادية مش معارضة، معادية. وبالتالي لابد هي الروايه من اكتساسها بالكامل. إنه ولذلك كل الفترة اللي فاتت مع الصحافة في يعني مجملها أو كمهنة، لكن إحنا مش عايزين الأمور تمشي يعني كده بدون أي ضوابط، مش عايزين أخبار مغلوطة تنشر من غير مصادرها الرسمية وما إلى ذلك، يعني دايما بيساق ده في إطار تنظيم وليس تقييد. ما هو يساق حتى في نصوص القانون، في مواد كتيرة جدا موجودة في نصوص القانون هم ذات نفسها بيخالفوها يوميا، يعني بيقولوا لا يحق القبض على صحفي نتيجة إبداء رأيه. كل الصحفيين زملائنا اتقبض عليهم، اتقبض عليهم لأنهم أبدوا رأيهم. طيب إذا كانوا بيقولوا أن يحق لكل الصحفيين أن يمارسوا العمل الصحفي، طيب عادل صبري اتقبض عليه لأنه نشر معلومة في مصر العربية أنه ترجم مقالة نيويورك تايمز حوالين الانتخابات الرئيسية فيتقبض عليه. كل ده تزوير، لأن نصوص القانون كلها بتقول أن تم تشكيل مجلس أعلى مش لتنظيم الإعلام، لا، مجلس أعلى لقيادة الإعلام في خدمة هذا النظام الدكتاتوري. وبالنص زي ما سيادتك قلت النهاردة مطلعين بيان بيقولوا أن مهمة الصحفي والإعلامي هي الدفاع عن سياسات النظام والدفاع عن ما يتخذه من القرارات. طيب يبقى هنا المطلوب في الآخر حسب وجهة نظر المجموعة اللي بتحكم دلوقتي واللي ملهاش علاقة بأي ديمقراطية، إن إحنا كصحفيين وكإعلاميين نتحول إلى عساكر عندهم في السكنة العسكرية بتاعتهم ونتلقى منهم أوامر. وده بيزيل تماما إحنا موظفين عن المهنة أو في دايما شعرة كده بين الصحافة وبين الإعلام وبين البروباجندا والدعاية، في رغبة في إزالة هذه الشعرة، في إزالة هذه الشعرة بحيث يتحول الإعلام إلى بروباجندا ودعاية. خلونا نتكلم عن دور نقابة الصحفيين في مواجهة هذا القانون. انضم إلينا الأستاذ عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين. أستاذ عمرو أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ تامر. يعني واضح أنه في تحركات من جانب النقابة بتجمع توقيعات أعضاء في المجلس، طبعا ليس المجلس بالكامل أو ليس مجلس النقابة بكامل تشكيله يعني بيتصدى لهذا القانون. خلينا حطنا في الصورة كده إيه عدد التوقيعات، وصلتوا لرقم كام، وإيه الخطوات المقبلة؟ خليني أبدأ الأول أقول بس إن ده أسوأ قانون بينظم عمل الصحافة والإعلام في تاريخ المهنة كلها. ده قانون أسوأ كمان من القانون 93 لسنة 95 اللي قدر الصحفيين المصريين يسقطوه بعد جمعية عمومية وبعد نضال استمر لمدة عام كامل. يعني القانون ده سقط بعد سنة من نضال الصحفيين المصريين ضده. ده قانون اتعمل واتكتب بروح فيها عداء مش بس للحريات اللي احنا تاريخيا عارفين ان القوانين اللي بتنظم عمل الصحافة بتبقى دائما هي قوانين معادية للحريات. ده كمان قانون معادي للحقوق، يعني تعدى فكرة انه قانون معادي للحريات الصحفية لانه معادي للحقوق. عشان كده كان زمايلنا في الصحف القومية هم المتضررين الاكبر المرة دي من القانون ده، لانه خصم من حقوقهم اللي نضلوا عليها سنين طويلة وأصبح فعليا المؤسسات القومية مهددة جدا يعني تحت وطأة القانون ده. عايز أقول لحضرتك إن على سبيل المثال إن القانون ده فتح الباب لما يسمى دمج المؤسسات وخصخصة المؤسسات القومية طبعا وخصخصتها
وخصم من يعني رصيد زمايلنا مكافآت نهاية الخدمة، ومنع مد سن العمل اللي فوق ال 65 اللي بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، ودمر المؤسسات دي في مجالس إدارتها المنتخبة، وخلى المجالس الإدارات غالبيتها بالتعيين، وخلى الجمعيات العمومية للمجالس للصحف القومية بالتعيين. ده قانون يعني تعدى فكرة زي ما بقول لحضرتك التعدي على الحريات للتعدي على الحقوق. طبعا نضيف على ده نصوص القانون اللي هي معادية للحريات، اللي هي بالضبط المواد 5 و19 و29. دي مواد بتتكلم عن جمل ومعاني فضفاضة جدا مش ممسوكة، زي ما يقولوا التحريض أو الكراهية أو معاداة الديمقراطية. دي كلها تهم وجرائم تؤدي بالصحفي للحبس، انه يبقى في من حق حد يفسر ان ما كتب ده تحريض او كراهيه او معاداه للديمقراطيه وغيره من جمل في الطبق. ده أسوأ قانون بيعالج مهنه الصحافه والاعلام من سنين طويله جدا، زي ما بقول لحضرتك بما فيها القانون 95 93. النقابه احنا بكره ان شاء الله عندنا اجتماع، اظن ان احنا هنقدر يعني بصرف النظر عن اي خلاف يعني كان سابق في مجلس النقابه، اظن ان احنا هنقدر نتوصل لحد الادنى المطلوب لمواجهه القانون ده. ويعني ما اخفتش يعني سرا ان غالبيه اعضاء مجلس النقابه المره دي هم فعليا يعني مستائين من هذا القانون، وان كان يعني في تفاوت في درجات يعني تقييمنا كاعضاء مجلس النقابه للقانون، لكن في المجمل الناس كلها مش مرتاحة، ما عندهاش يعني ارتياح كامل ناحية القانون. أظن إن احنا بكرة نقدر يعني في الحد الأدنى نتوافق على بيان رافض لهذا القانون يصدر من النقابة، ونبني عليه خطوات أخرى. نتمنى ده يحصل أربعة من أعضاء مجلس النقابة، أنا كنت واحد منهم، أصدروا البيان، اقتربنا من 700 توقيع رافض للقانون، ومستكملين جمع التوقعات إن شاء الله. شكرا جزيلا استاذ عمرو بدر، عضو مجلس نقابه الصحفيين، استاذ ابو المعاطي السندوبي. خلينا ارجع لحضرتك مره ثانيه، يمكن في التسعينات كان في اكثر من محاوله لفرض قوانين شبيهه وان كانت اقل رداء الحقيقه من القانون الحالي او المزمع يعني، لكن في كل مره كان الصحفيين بيقفوا وقفه قويه جدا وبيجبروا الدوله على التراجع عن هذه القوانين وعن هذه الافكار. لماذا لا يحدث هذا الان وما الذي اختلف؟ هو طبعا لان معدلات القمع للصحفيين اللي تعرضوا ليها في الفتره اللي فاتت معدلات قمع عاليه جدا. احنا المجموعه المهنيه الوحيده في مصر اللي من سنه 2013 لغايه دلوقتي بندفع من حريات زملاتنا ومن لقمه عيشهم كل الثمن اللي نقدر ندفعه على ان احنا نحافظ على وطن فعلا من حق الناس فيه تقرا صحافه حره وتسمع اعلام صح. والحملة ضدنا قوية جدا وعنيفة جدا. أنا براهن على جزء ممكن عمرو ما قالوش، لكن هو موجود وموجود وسط النقابة وموجود كل وسط أعضائنا. أكثر من 95% من أعضاء نقابة الصحفيين صحفيين شرفاء ويحبون هذا الوطن ويتمنون الخير له ولأهله، ولكن لقمة العيش والتعبير عن مواقف علنية ضد النظام أصبحت مكلفة جدا 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 عليهم. ومن هنا ففي عدم إظهار الاهتمام أو عدم إعلان التضامن بقوة زي المرات اللي فاتت، لكن الإحساس ده موجود وقوي، وأنا على تواصل مع أصدقاء كتير جدا وكلهم بيغلوا فعلا وبيعتبروا أن دي أكبر إهانة لمهنة الصحافة مش للصحفيين فقط، لأنه مطلوب مننا دلوقتي كلنا نصبح مجرد أداة لخدمة هذا النظام الدكتاتوري الذي يقهر الناس ويجوعهم أيضا، ولا يحق له أنه هو يقتلهم ويقمعهم، ولا يحق لهم أيضا أن يصرخوا، أن يعبروا عن هذا الألم، أن يعبروا عن معاناتهم. هذا النظام وصل لمرحلة من البجاحة السياسية لا حل لها، لأنه في النهاية لا يرى غير أن الصحفيين بالنسبة له يتحولوا إلى عساكر مراسلة داخل وحدته العسكرية، ونحن لن نقبل ذلك.
وأنا بتوعد وبقول وهيحصل ما عاد الصحافة أحدا إلا ومشينا في جنازته. طيب يعني خلينا ننتقل لجزء برضه مهم استاذ ابو المعاطي سريعا، وهو انه الصحافه وحريه الصحافه هي ضمانه للناس نفسهم قبل ما تكون ضمانه للصحفيين. يعني ناس كتير بتعتقد ان الصحفيين حينما يدافعوا عن حرياتهم هم بيدافعوا عن مساله فئويه يعني، لكن الحقيقه ان هي ضمانه للناس نفسهم ولحقوقهم نفسها. بشكرك شكرا جزيلا استاذ ابو المعاطي السندوبي الكاتب الصحفي على هذه المشاركة. خلصت حلقتنا النهاردة من بتوقيت مصر، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة، تصبحوا على ألف خير.